ده كان سريعا يعني مجمل الأوضاع اللي حصلت النهاردة. ومن شوية بمناسبة الكلام طبعا عن الكلام بتاع السلاح بتاع حماس، في بيان خرج من شوية على لسان طبعا معالي السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، اللي قال إنه من المؤسف والمشين أن يستمر وزير المالية الإسرائيلي في إطلاق تصريحات غير مسؤولة وتحريضية ولا تكشف إلا عن نهم للقتل والتدمير وتخريب لأي محاولة لاحتواء الأزمة في قطاع غزة. واعتبر المتحدث باسم الخارجية المصرية أن مثل تلك التصريحات غير مقبولة جملة وتفصيلا، حيث تسيطر مصر بشكل كامل على أراضيها ولا تسمح لأي طرف أن يقحم اسم مصر في أي محاولة فاشلة لتبرير قصور أدائه. ده كان بيان الخارجية المصرية. معانا على التليفون للتعليق دكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية جامعة القدس. برحب بحضرتك معنا دكتور أيمن. تحية لك أستاذ لبنى ولكل السادة والسادة المشاهدين والمتابعين الكرام. أهلا وسهلا بسيادتك يا دكتور. دكتور أيمن، يعني تعليق حضرتك على التصرف الإسرائيلي النهاردة، بتقراه إزاي ومدى خطورته وإيه الهدف منه؟ يعني دعينا نضع الأمر بتفاصيل ما حدث. طبعا خلال ساعات متأخرة من ليل أمس أو فجر اليوم كان هناك طبعا إسرائيلية لمنطقة الشبورة، مخيم الشبورة في قلب مدينة الصحراء. واضح خلال أي كان طبعا تغلغل طبعا داخل خيام النازحين، قد يكون عاشوا بين الناس، لمسوا أخبارهم بإمكانيات تكنولوجية، تجسسوا على كل شيء، بحثوا عن بصمة صوت حتى تمكنوا من تحديد موقع اثنين من أسراهم الذين كانوا في إحدى الشقق في طبعا في منطقة الشبورة. في هذه الحالة طبعا يتم بشكل مباشر إبلاغ الجهات الأمنية الإسرائيلية بأننا سنتم تحديد نقطة أو لحظة الانطلاق لتنفيذ هذه العملية، وفي بالعادة يغطيهم في هذه الأمر مشاركة بشكل لوجستي قوات من الوحدات الخاصة مثل اليمام كما رأينا، وجهاز الاستخبارات أو جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي للشباك، وأيضا دعم لوجستي من جيش الاحتلال، وهذا يغطى بشكل كامل بطيران الاحتلال اللي رأينا بالأمس بين طائرات الدرون والاباتشي والاف 16 اللي كانت تقصف عده مناطق. نفذت العمليه طبعا تنفيذ عمليه اطلاق سراح الاسرائيليين بالهجوم اولا على المنزل الذي كان به، ثم غطي خلال التغطيه حتى لا يتم كشف الاشتباك معهم، لانه بالفعل حدث الاشتباك معهم وسقط احد الجنود من احد من مبنى عالي وهم الوحدات الخاصه واصيب باصابات بالغه. طبعا عندما كشف امرهم وتم الاشتباك، لان كما اشرت الشبوره في قلب مدينه رفح في منتصفها بالضبط، بالتالي كانت عمليه الهروب كما راينا بحدث، ولكن ليغطي على جريمته قام بقصف عشوائي في عده منازل حول هذه العماره، وراينا ارتقاء بالحد الادنى 100 شهيد حسب احصائيات وزاره الصحه الفلسطينيه، وهذا الامر لان المنطقه مكتظه بالسكان. لكن اختي لبنى، لا اعتقد ان هذا مرتبط بعمليه الحرب البريه على غزه، حتى الان لم يتم التجهيز لها بشكل اساسي ولم تبدا العمليه بشكل فعلي، ولكن عمليه فجر اليوم هي عمليه لتحرير اسيرين اسرائيليين، وحتى في خلال بس هو بيقولوا احنا هنعمل عمليات مماثله برضه، يعني هو بيلوحوا بعمليات بالشكل ده. بالضبط بالضبط، كان خلال مقدمتك انت تسائلي إلى أين سيذهبون في هذا الأمر؟ نتنياهو لمصلحته استمرار الحرب، تحدثنا فيه كثيرا معك. صحيح. أن نتنياهو لمصلحته استمرار الحرب، أنه يدرك في اللحظة التي ستقف بها الحرب. أنا دائما بفتكر جملة حضرتك يا دكتور أيمن، يعني في أول العدوان وقلت لي ده ممكن يكمل معانا رمضان، وإحنا رمضان على الأبواب، وفعلا يعني قرأت حضرتك وقد يتجاوز ذلك للأسف يعني. الآن نحن نتوقع أن نتنياهو لمصلحته استمرار الحرب سيتم التحريض استغلال هذه العملية بأن هناك أسرى إسرائيليين آخرون، ويجب علينا تنفيذ عملية نوعية مثل هذه العمليات في قلب رفح بين الفينة والأخرى، وهذا يعني استهداف وارتكاب مزيدا من المجازر بحجة إطلاق سراح أسير أو أسيرين إسرائيليين أو تمكنوا من جمع معلومات حولهم. أقطعوا الأمريكان، يعني عملية أمس كان الأمريكان باطلاع بتفاصيلها، وهذا حسب الإعلام العبري بشكل كبير جدا. لازم الضوء الأخضر أكيد. بالضبط، نتنياهو ووزير حربه وجينتس كانوا في مقر الكرياء يتابعوا او مقر اقامه الحكومه يتابعوا تنفيذ العمليه بحذافيرها، ومعهم رئيس هيئه الاركان. اذا بالنسبه لهم هذه خطوه قد تندرج بعد خطوات كثيره في رفح. لذلك الان طبعا الامريكان مكلفه بايدن امس ارسال وفد لنتنياهو للاجتماع غدا في القاهره حول اطار او تنفيذ اطار باريس، وايضا
التخفيف من عملية قتل المدنيين في غزة. طب تصريحات الجانب الإسرائيلي يعني برضو بالنسبة للقاء المنتظر بكرة، يعني بنسمع لا، يعني برضو بنشوف ده ازاي؟ يعني حتى الآن لم يرسل وفد الإسرائيلي لهذا الاجتماع، رغم أن مطار باريس كان مشارك به الوفد الإسرائيلي. كما أشار نتنياهو يريد أن يضع عصي في دواليب طبعا أي إنهاء لهذه الحرب، وهناك طبعا الآن خطة تدرس في تنفيذ فقط المرحلة الأولى للحرب، وقد تؤجل المفاوضات عدة أيام، قد تصل إلى أسبوع أو 10 أيام حتى الوصول قبل شهر رمضان طبعا بعدة أيام، ليكون هناك فترة 45 يوم تشمل شهر رمضان. أيوة، بس علشان نوصل لإيه يا دكتور أيمن؟ حضرتك قلت لي أنا بستبعد في بداية كلامك أن العملية دي تكون لها علاقة باجتياح بري لرفح. طيب إيه الهدف منها، أو هل هو فعلا إسرائيل جادة في مسألة العملية العسكرية على رفح الاجتياح البري؟ هل ده محاولة للتهديد لكسب مثلا أرضية أكبر، مساحة أكبر من الوقت؟ بتقرأ ده إزاي يا فندم؟ لا، أنا أعتقد بعد عملية فجر اليوم أعتقد العملية البرية أصبحت أقرب من الصادق. كنا نتحدث أنه قد تكون تلويح من نتنياهو للضغط على تحسين ظروف المفاوضات وخفض مستوى مطالب الحركة حماس أو المقاومة بعد عملية فجر اليوم. طب هو إزاي يستقيم أن احنا نتكلم في تفاوض مع العملية العسكرية أو مع التهديد الإسرائيلي؟ يعني هم يعني حتى حماس النهاردة طلعت تتكلم، وطبعا الجانب الرسمي الفلسطيني أنه ده بيهدد عملية التفاوض وعملية الهدنة. بالتأكيد عملية القتل ستهدد، ولكن بالنسبة للاحتلال أنه أطلق سراح أسيرين، نتحدث بالموضوعية كمحلل سياسي، هو بالنسبة له أطلق سراح أسيرين بغض النظر عنه ارتكب مجزرة ضد مدنيين آمنين في رفح. الآن نتنياهو سيبرر ذلك بتنفيذ عملية برية في رفح، ولكن الآن هو مطلوب منه، لذلك أنا قلت نحن قد تؤجل العملية إلى بعد رمضان، لأن الأمريكان قد يعطون ضوء أخضر لتنفيذ العملية من شهر إلى شهرين كما حدث في خان يونس. الآن طبعا إخلاء السكان من رفح باتجاه غزة، الآن لم تعد هناك مطلقا قائمة فكرة تحتم على سيناء بعد الموقف المصري الأخير خلال 24 ساعة الماضية، واللي لوحوا حسب الإعلام الأمريكي بأنه قد يعلق اتفاقيات كام ديفيد، هذا له طبعا دلالات خطيرة بشكل أساسي. لذلك الرسائل وصلت للأمريكان، وصلت للإسرائيليين، وهناك ضغط باتجاه السماح بالكتلة السكانية الأكبر من رفح بالاتجاه إلى وسط طبعا على الشريط البحري. كل الحديث الآن على إسكان الكتلة السكانية على الشريط البحري بدءا من منطقة مواصي رفح حتى منطقة السؤال في إمكانية بالفعل لتنفيذ الكلام ده، يعني نسح المدنيين أو نزحهم أو نقلهم لأماكن تانية، وهل فعلا في أماكن آمنة في غزة؟ يعني هذه الأماكن اللي الاحتلال سيقول عنها أماكن آمنة على البحر، يمكن في بداية الحرب كنا يأمنوا أماكن آمنة للمدنيين حتى يطلع يذهبوا إليها بدل من هذه الشتات، ولكن الاحتلال دفع الكتلة الأكبر إلى رفح للتهديد، مخطط بالتهجير، ولكن بعد أن فشل الآن سيسمح حسب طبعا ما نتابع في الإعلام العبري سيسمح بانتقال كتلة سكانية لا تقل عن 1 مليون على شريط حدودي من طبعا من منطقة مواصي في رفح، بحر رفح، حتى بحر غزة، شريط الحدودي الطويل في طول 30 كيلومتر في أبعاده لا تتجاوز طبعا نتحدث عن 2 كيلومتر في هذه المنطقة على البحر، تكون كل المخيمات قد طبعا ذهبت إلى هناك. وهنا ستكون منطقة نتحدث عن قرابة نفس المساحة اللي موجود عليها الآن في رفح 60 كيلومتر، ستكون في منطقة شريط بحري 60 كيلومتر منطقة حدودية. لماذا يتم اختيار البحر؟ لأن في البحر في هذه المناطق من الصعب إنشاء الأنفاق لأنها قريبة من المياه، يعني عندما تفتح نفق على مسافة متر أو متر ستجد المياه، وبالتالي هذه المناطق بالنسبة للاحتلال أفضل مناطق لإزاحة الكتلة السكانية، ثم لاحقا تنفيذ عمليته البرية، ونتوقعها بعد شهر بعد العيد في رفح. طيب، وحضرتك معانا برضه دكتور ايمن، هشير طبعا للخبر العاجل اللي بنتابعه على الشاشه، مصدر رفيع مستوى لزمايلنا في القاهره الاخباريه بيصرح ان مصر تتابع عن كثب الموقف في رفح الفلسطينيه، وبيؤكد على ان الدوله المصريه مستعده للتعامل مع كافه السيناريوهات. طيب دكتور أيمن، عن الموقف المصري خلينا نتكلم أستاذن حضرتك، والاستفزاز من قبل إسرائيل للجانب المصري مرارا وتكرارا، والمصر اللي بتؤكد على أن مسألة التهجير ده خط أحمر ومحور فيلادلفيا أيضا، بتقرأ إزاي هذا المشهد وهذه التجاذبات يا فندم؟
يعني اولا توضيح محور صلاح سالم او يطلق عليه محور فيلادلفيا، هي دي اراضي فلسطين ليس لها دخل بالاراضي المصريه، وهي كانت حتى عام 2005 تحت السياده الاسرائيليه قبل ان ينسحب الاسرائيليين منها وتصبح تحت السياده الفلسطينيه، وبالتالي هذا شريط حدودي فلسطيني مفهوم. لذلك حتى لا يتم الحديث بالتحريض بهذا الاتجاه. مصر ابلغت بشكل كامل اذا تم استهداف رفح واصبح هناك قوات إسرائيلية كثيرة دفعت باتجاه كتلة سكانية باتجاه الحدود المصرية، هذا مسبب الأمن القومي المصري، وكل الخيارات مفتوحة في أمام مصر للدفاع عن أمنها القومي من حقها بشكل كبير جدا. ومصر تدرك المخطط الإسرائيلي منذ الأيام الأولى للحرب، في نطق على لسان ناطق باسم جيش الاحتلال، وأيضا نتنياهو نفسه قال على الفلسطينيين يتوجهوا باتجاه مصر. وصلت الرسائل خلال فترة 130 يوم الماضية، والرسائل أيضا تصل بشكل كبير جدا وبشكل متتالي أن القيادة المصرية والجيش المصري يستعد لكل السيناريوهات. طبعا نحن لا نتمنى الحرب بصراحة، والحرب لها طبعا أثمان كبيرة جدا، ونحن ضد أن تفرض الحروب على شعوب في المنطقة غير مشاهدة لها بشكل أو بآخر. لكن بغض النظر عن كل ذلك، إذا فرض المساس بالأمن القومي المصري، مصر ترتقص مكتوف التهليدي بشكل أو بآخر، وقد أبلغت الجهات الأمريكية والإسرائيلية في ذلك، وبسيناء خط أحمر، ونحن نقدر ذلك ونقدر حرص مصر على عدم السماح بإزاحة السكان باتجاه سيناء، لأن هذا يعني انتهاء المشروع الوطني الفلسطيني، وإذا حدث ذلك في غزة سيحدث مباشرة في الضفة الغربية، هي منطقة الاستهداف الأكثر، وبالتالي طبعا صلابة الموقف المصري في هذا الأمر صلب الموقف الفلسطيني. هذا جانب. الجانب الآخر، وجود طبعا قوات إسرائيلية في تنفيذ عمليات في منطقة حدود رفح، إذا قرر الاحتلال الخروج عن أي طبعا المألوف، بالتأكيد سيكون هناك ردود فعل من الجانب المصري، وبالتأكيد هذا الأمر بشكل أو بآخر مرفوض. مفهوم يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك دكتور أيمن الرقبة، أستاذ العلوم السياسية جامعة القدس.